أكد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ببا على أن الديوان يسعى بالتعاون مع المعهد إلى ضمان تدشين البرامج التدريبية التي تتلائم مع الاحتياجات التدريبية لموظفي الحكومة. جاء ذلك خلال اللقاء التدريبي الذي نظمه معهد الإدارة العامة لفئة الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين بعنوان فهم الشخصيات في بيئة العمل، والذي حضر فيه البروفيسور طارق بن علي الحبيب استشاري الطب النفسي الأمين العام مساعد اتحاد الأطباء النفسيين العرب. وأضاف الزايد أن اللقاءات التدريبية التي تجمع القيادات الحكومية تحت سقف واحد تعتبر واحدة من الآليات المهمة التي نوصي دائما بعقدها لما لها من دور بارز في تطوير العمل الحكومي. من جهته قال الدكتور رائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة بيبا إلى حرص المعهد على تقويم المزيد من البرامج المتخصصة لفئة القيادات، مشيرا إلى مساهمة معهد الإدارة العامة محليا في خلق سياسة التطوير والتغيير الإيجابي نحو الإنجاز في العمل الحكومي لدى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، لا سيما وأن المعهد درب حتى الآن أكثر من 35% من موظفي القطاع العام بالبحرين. هذه ورشة العمل هي فهم الشخصيات في بيئة العمل، هي من المحاضرات والورش التي تسهم في رفع الجدارة والكفاءة للقيادة في جميع وزارات وهيئات الدولة، خاصة هي مركزة هذه الدورة على الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء، ما شاء الله سيكون له نفع عام يعني على جميع الموظفين في فهم شخصيات الموظفين ورفع الإنتاجية، وذلك أن يكون المدراء والوكلاء والوكلاء المساعدين فهموا نمط الشخصيات الموجود من الموظفين. ما في شك العمل الحكومي يحتاج إلى كثير من الطاقات، والطاقات لابد معرفة كل واحد شنه له وعليه، كيف ممكن استخدام هذه الطاقات. اليوم لنا الشرف ان احنا نكون مع كثير من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء من الحكومه في هذه الدوره البسيطه اللي نحاول من خلالها ان كل واحد مسؤول يعرف نفسه ويعرف كيف طبيعه موظفينه وكيف يستغل كل واحد منهم الاستغلال الامثل، وكيف يتعامل حتى مع المواطن وكيف يتعامل مع المستخدمين وكيف ممكن يطور العمل على هالاساس. اذا وضع الشخص في المكان المناسب قدرنا أن بالفعل نستغل كل الطاقات مع بعض. إذا كل واحد عرف ما هو نفسه وعرف كيف يتعامل مع الآخرين صارت بيننا الألفة وصار بيننا التعاون. فكرة الدورة أنها تقوم أن الإنسان يستطيع أن يفهم نفسه، ومن خلال فهمه لنفسه يستطيع أن يتعامل مع الآخرين، وأيضا يستطيع من خلال ذلك أن يتقن إدارة الحياة من حوله والإدارة الوظيفية. الموظف يتعرض لأنواع مختلفة من البشر، إن لم يكن أدرك نفسه ابتداء وسماته الشخصية لن يستطيع أن يدرك الآخر لأنه يكون مفصول عنهم بحاجزه النفسي في سماته الشخصية.